بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأول يا جماعة معلش دعما للقناة، الناس اللي بتحب القناة من فضلك اعمل لايك للفيديو عشان ينتشر، لأن أنا بلاحظ المشاهدات كتيرة بس اللايكات قليلة، فمن فضلكم من فضلكم افتكر دلوقتي اعمل لايكات. كل ما تزود اللايكات كل ده ما يكون مفيد للقناة، الناس اللي بتحب القناة عشان ما تنساش. بالنسبة للي ما اشتركش، لو عجبك الفيديو اشترك، لو عايز تشترك في القناة وتنورنا وتبقى ضيف دايم تحت امرنا. ان شاء الله بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحسن من وضعنا. معلش ليا رجاء، يعني هو شاب دمه خفيف جدا ومحترم ويستحق الدعم، عامل قناة اسمها نجوم البلد الحاج علي، هيظهر الرابط بتاعها هنا. والله يعني انا بيفكرني بالحاج ضو، انا دخلت القناة بتاعته وتعرفت عليه مرة كده لما لقيت القناة بتاعته، وانا بحب اشجع الشباب اللي بيعمل محتوى كويس غير الناس اللي بتعمل محتوى تافه. ففضلا يعني لو تحبوا تدعموه قناته هتظهر هنا. في مواضيع مهمة جدا هنتكلم فيها، وهبدأ باول خبر يعني قد يكون خبر سعيد وجواه خبر مش سعيد. او الخبر السعيد ان فايلر دم محمود عبد المنعم كهربا للمعسكر اللي هيتعمل في اسكندريه، اللي هو هيبقى الماتشين، ماتش الاسماعيلي يوم الجمعه باذن الله وماتش الاتحاد. هو طبعا كهربا مش جاهز بالصوره الكامله، بس كون انه اعتمد عليه يبقى كده الامور بدات تظبط وكهربا بدات يظبط، وبالتالي هيبقى كهربا عنصر مهم في الماتشين، في الماتشات الجايه، وخصوصا في بطوله افريقيا اللي ان شاء الله اللي اتاجلت زي ما قلت لحضراتكم. الخبر اللي مش سعيد في الموضوع ان صالح جمعه مش عايز الظبط. يا جماعه احنا كلنا كنا بنلوم على فايلر انه ما بيعتمدش عليه، لكن احنا شفنا وزن صالح جمعه. الحاجه الاغرب انه هو ما حضرش التدريب لما عارف انه بره المعسكر. المفروض انت تثبت نفسك يا صالح يا جمعه في المعسكر، وتثبت نفسك وتثبت نفسك في التدريب. يعني انا اقول لكم يعني على حاجه، يعني في لعيبه وانا مثلا، انتوا في لعيب مثلا انتوا مش يعني مش كلنا بنحبه قوي عشان بيهاجم الاهلي. انا عندي كمثل مجدي عبد الغني. مجدي عبد الغني ما كانش اللعيب الحريف خالص، بس اشتغل على نفسه كتير. مجدي عبد الغني انا كنت اعرف وكنت بشوف انه كان بيروح النادي الاهلي لوحده ويتدرب على كور ويتدرب على حاجات. ليه اللعيب اللي عايز يلعب دي كره يا صالح يا جمعه؟ كره القدم هي اكل عيشك. اخوك اقل منك موهبه واقل منك مهاره، ورغم كده ملتزم في النادي الزمالك. فانت عايز تلعب في النادي الاهلي اللي هو اكبر نادي في مصر، وما تكونش ملتزم، ما تنزلش وزنك، ما تلتزمش بالتدريبات، ما تحضرش التدريبات، انت اللي بتضيع نفسك. فده بقى انت يعني انت حر في نفسك كده. فعشان كده يعني صالح جمعه ما انضمش للقايمه، وكده احنا ما نلومش فايلر، احنا نلوم صالح جمعه نفسه. تغريده غريبه جدا لتركي آل الشيخ، بيقول لك ايه بقى؟ تغريده مدح يعني، بيقول لك الاهلي يراعي الظروف الصحيه للاشقاء المغاربه ويوافق على تاجيل دوري ابطال افريقيا. ده اخلاق الاهلي عبر التاريخ، الاخلاق الرياضيه من رشوان الجودو الى اهل المبادئ، حاجه تشرف. وحاطط بقى علامات قلب وبتاع، وهحط لكم التغريده هنا وصورة علم مصر وعلم المغرب وحاجات جميلة كده. انا يعني انا بقول له انت كنت قلت يا معالي المستشار يا نحلة يا تقرصي لا تقرصين ولا عايز عسل منك. احنا برضو بنكرر لحضرتك نفس الكلام وبنقول لك يعني انت بعيد عننا، انت شوية تهاجمنا وشوية تقول حرامية وشوية، وجاي دلوقتي ايه الموضوع؟ انت عايز ايه؟ بتسترد جمهور الاهلي؟ ما انت لسه كاتب ان احنا صورنا واطي وبيتنط عليه، انت عايز مننا ايه؟ يعني انا معرفش بصراحة معالي المستشار تركي آل الشيخ عايز من الاهلي. الواقعة بتاعت الطفل بتاع حمام السباحة بتاع نادي الزمالك، اتقال
انا سمعت بعظمة، انا سمعت بوداني من مرتضى منصور ان تم ايقاف الام، او هو قال الام، وبعد كده طلع ان اللي كان موجود مع الواد وسايبه هو الاب. فاحمد الركابي اللي هو الاب قال لك ايه؟ قال لك انه مش هيتنازل عن اي محاضر، ومش هيتنازل عن اتهام الموظفين، وقال الكلام ده في قناة صدى البلد. قال كنت افكر في مسامحة الموظفين، لكن ذلك قد ينذر بكارثة جديدة. يعني انا لو سامحتهم ما ممكن يعملوا كوارث تانية، ومستني انهم يتحاسبوا حتى عشان ما يتسببوش في تدمير النادي. قال بقى كيف يكون الشخص، طب ما هو انت دلوقتي يا استاذ ركابي انت كده بتتهم الموظفين، طب فين الكراسي الكبيره اللي هي بتدير النادي كله، اللي بيقولوا انه موجود 24 ساعه، اللي كان قاعد في قاعه السله يلعب سله. المسؤول الكبير جاي اهي بيقول لك كيف يكون الشخص المسؤول عن مراقبه وتامين الاطفال عمره 19 عاما فقط، وموظف في نادي الزمالك، يعني مش سباح، مش مهمته الانقاذ، ده جايبين موظف صغير طبعا من الموظفين اللي بيتعينوا عشان الانتخابات وعشان الكلام ده كله. قال بقى المرتضى منصور بقول له ان النظام في نادي الزمالك يسير بشكل خاطئ. ازاي يا عم؟ ده لسه هجيب لك انا قناة الزمالك كانت بتتكلم بتقول لك ان اسطورة الادارة، بيسميين مرتضى منصور اسطورة الادارة. قال لك بقى ابني فضل ساعة كاملة داخل حمام السباحة بعد ما كل الاطفال طلعوا، وقالوا لي ان ابني مش هناك، وراح سأل بتاع الكاميرات وما كانش فيه تعاون لا من الامن ولا بتاع الكاميرات، ورفضوا ان ادور في حمام السباحه وابنه ميت وغرقان جوه الحمام، وقالوا له ما فيش حد جواه، بيريحوا دماغهم. قال له بعد ساعه، وبعد ما رحت مكتب المرتضى منصور لقيت ان الحمام نفسه مش متراقب بالكاميرات. يا والله ده انت مراقب الارقان وكل حته بتقول عشان لو بنت قاعده مع واحد حمام سباحه بتاع اطفال ما يترقبش بالكاميرات، ده ينفع؟ وقال لك ضاعت ساعة ابني قاعد تحت المية. قال لك أنا بتمنى من مرتضى منصور محاسبة المهملين وأولهم الشخص المختص. أنا بتمنى من المسؤولين أنهم يحاسبوا المسؤولين عن نادي الزمالك، مش يحاسبوا الناس المهملين، وأولهم الشخص بتاع مراقبة الكاميرات، دول اللي معينهم مرتضى منصور، ناس ما عندهمش خبرات وما عندهمش شغل. وقال لك وجابهم عشان خاطر يستعين بيهم في انتخابات النادي، يستعين بيهم، مشى الموظفين المحترفين وجاب الموظفين بتاعك. قال لك بقى سمعت عن شائعات عن منع من دخول الزمالك، لكن ما وصلنيش حاجه، على الارجح لن ادخل. قال لك انا مش هخش النادي تاني عشان الحاله النفسيه اللي ابنه غرق فيها. ربنا يصبره ويرحم ابنه ويدخله فسيح جناته، وده اب مقلوم، لكن المسؤولين لازم يتحاسبوا. يعني حمام سباحه بتاع اطفال ما يبقاش مراقب بالكاميرات، ما يبقاش فيه اكتر من سباح، ما يبقاش فيه اكتر من منقذ، دي حاجات لازم الدوله تتدخل فيها. في شكوى ثلاثيه من اتحاد الكوره ضد مرتضى منصور. امبارح مرتضى منصور شن هجوم، وكنت انا قلت لكم في الحلقه اللي فاتت على هجوم اللي شنه على عمرو الجنايني وشتايم وفي حق عمرو الجنايني وفي حق محمد فضل، وفكروا بابوه وفكروا حاجات كتيره جدا، وقدموا شكوى ثلاثيه. الشكوى الاولى للجنة الأولمبية اللي هي مختصة بمحاسبة الأندية ورؤسائهم ومجالس الإدارات. الشكوى التانية للجنة الانضباط في اتحاد الكورة اللي هي أصلا أصدرت الغرامة 100,000 جنيه طلبت منها تغليظ العقوبة. الشكوى التالتة للمجلس الأعلى للإعلام عشان منعه من الظهور على قناة نادي الزمالك. فتلت شكاوي قدمهم اتحاد الكورة المصري. برضو حاجة غريبة تانية بمناسبة بنتكلم على الأطفال، في طفل كده اسمه أدم حجاج. الواد ده معلمينه النصب ومعلمينه حاجات كتيره جدا سيئه في نادي الزمالك. اولا يبقى الماتش شغال ويرمي كور جوه الملعب، الواد ده انتوا عارفينه صورته اهي. الواد ده اللي كان كل ماتش من بيحصل مع بين الزمالك واي فرقه تاني بتلاقوه يجروا على اللعيبه وبيجيبوا صورته وهو بيعمل كده وهو بيعمل كده. طفل اسمه ادم حجاج. الطفل ادم حجاج ده اخوه اهلاوي، فتقريبا نزل صورة على الانستجرام ما عجبتش مجلس ادارة نادي الزمالك، فراحوا طلعوا الواد بره النادي. الواد اللي جابوه واستضافوه في قناة الزمالك ومعتبرينه محب للزمالك، بس هو محب يعني هو يستاهل. الولد بيعلموه النصب ومن هو صغير، يرش مية ورا الاجوان،
يعمل يرمي الكورة وسط الماتش وهو الماتش شغال، حاجات كتيرة جدا بيعلمينها للطفل ده، او معلموه الادب وطردوه بره النادي لما لقيوا اخوه حط صورة في الانستجرام بتاعه. هو الواد بنفسه قال، انا اتمنعت من دخول النادي. في ناس بتقول ان دي ممكن تكون لعبة من مرتضى منصور، ويجي مرتضى منصور بقى يقول بعد كده ده انا هرجعه وده ابننا والكلام ده كله عشان يظهر بمظهر المنقذ. لكن هو الواد بصفة عامة لو اتطرد بره نادي الزمالك اكيد اخلاقه هتتحسن شوية، لان الواد متعلم شوية اخلاق مش محترم. كتيبة تقال الضر المرة دي، اول يومين دول من ساعة موضوع اتحاد كرة اليد وهو شغال كل يوم اربعة بقى، موضوع مجننهم جدا، مجننهم موضوع عدم دعوة مرتضى منصور، هو ده اللي ماسكين فيه. يعني كلام لا يرقى انه مستوى ان الناس دي تكون نقاد رياضيين. واحد زي محمد رجب ده انا بحس ان بيقعد يسمع مرتضى منصور بيقول ايه ويقعد يكتب وراه اللي يقوله ويجي الحلقة يروح مكرره زي ما هو. بيفكرني والله، انا احكي لكم حكاية تضحك شوية. يعني انا اللي علمني المهنة الله يرحمه كان اسمه الدكتور محمود لبن. الراجل ده يعني علمني مهنة الصيدلة، كان كل الناس بتلجأ له وبيديهم احسن علاج وكل حاجة، وكان راجل ليه كاريزما كده، وكان عضو مجلس محلي وكان بيرشح نفسه في مجلس الشعب وكان متكلم ومتحدث. كان في واحد صديق ليه كان كل مهمته في القعدة ان يقول زي ما الدكتور محمود بيقول، يعني اي كلمة، يعني لما يجي هو رأيه ما يقولش رأي. يعني انا كنت شاب صغير في وسطيهم والمفروض كنت انا بيجوا يقعدوا يعملوا قعدات جنب الصيدلية كده، انا كنت اقول اراء. هو مثلا يقول ايه، يعني زي ما الدكتور محمود بيقول كذا كذا كذا، اهو محمد رجب ده زي ما مرتضى منصور بيقول، يجي يعيد الكلام بتاعه بالتمام والكمال، مفيش كلمة فوق ولا كلمة تحت، يجي يعيد الكلام بالتمام والكمال. فطبعا مجننهم. قال بقى نفس الكلام اللي قاله مرتضى منصور، ان رئيس الاتحاد الدولي حسن مصطفى جايب الطيارة الخاصة بتاعت قطر، كلام طبعا ملوش اي اساس من الصحة، ولن تقبل ذلك الدولة المصرية وخصوصا انها في خلاف سياسي مع قطر، كلام طبعا اهبل، كلام اهبل. يعني ان معمول برعاية قطرية، ان ابنكها قطرية، ايه الكلام ده؟ انت كده بتهين الدولة المصرية، مش بتهين حسن مصطفى، انت بتهين الدولة المصرية. الوزراء، مجموعة الوزراء اللي حضروا دول ووزراء دولة حاضرين مؤتمر برعاية وبنكهة دولة في خلاف سياسي بينها وبين مصر، انت بتقول ايه؟ انت زي انت بتقول انت انك راجل دولة. ده نفس كلام مرتضى منصور اللي عادوا بعد كده محمد رجب. في بنت مجنناهم قوي اسمها مروة عيد عبد الملك، هي مش اخت احمد عيد عبد الملك. البنت دي اتكلمت في موضوع رمضان صبحي وقالت انت يا ابن الواد اللي قصع شعره وما اعرفش انت لولا الاهلي، فمجنناهم. ده غير بقى كتبت تويتر جننتهم قوي على الفيسبوك، هحطها لحضراتكم موجوده هنا، بتقول لا بتقول ايه، حسن حمدي، محمود الخطيب، حسن مصطفى، قرعة تاريخية على أرض مصرية، والشياد في متعقبة عند صاحبنا أبو شعر أبيض. دي جننته وظهر هو، هقول لكم قال عليه، عمل مداخلة وكان كل الكلام على مروة عيد عبد الملك. مروة عيد عبد الملك لاعبة كرة يد مصرية وبتلعب في نادي نيس الفرنسي. المهم ان مرتضى منصور في مداخلته قال ازاي حسن مصطفى ما يعاقبش بنت زي دي، يعاقبها ليه؟ اولا يعاقبها، هي عملت حاجه في كره اليد، تاني حاجه هيعاقبها بصفته ايه؟ دي بتلعب في نادي فرنسي وما ارتكبتش خطا، هو كون انه رئيس الاتحاد الدولي ممكن يعاقب اي لعيب؟ هل يجي رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم يعاقب لعيب هنا مصري بدون سبب؟ فطبعا كلام ما يعني ما لا يرقى انه يكون يتقال من الناس عليه. طبعا هو بدا يتكلم عن وطنيته، ازاي ما استضافوش واحد وطني زيي، انا واقف في ظهر الدوله المصريه، انا بدافع عن الدوله المصريه. وفي نفس الوقت محمود الخطيب الراجل اللي عنده مشغل عنده سيد عبد الحفيظ الاخواني الارهابي، وعنده في النادي بتاعه ما لغاش عضويات فلان وعلان والناس الحاجات دي، انا ما اعرفش هل العضويات دي موجوده ولا لا،
لا انا ما اعرفش، انا ما بصدقوش، بس هل هي لو موجوده هل من حق محمود الخطيب انه يلغي عضويه اي حد لمجرد انتمائه السياسي؟ هل في قانون الرياضه حاجه زي كده؟ انا ما اعرفش، برضه بقول ما اعرفش. طبعا ايه، دخل متحف النائب العام، بس النائب العام مش بياكل معاه الكلام ده، برضه عندنا نائب عام ذكر محترم. طبعا كل ده معروف ليه؟ لان خلاص المفروض ان يتحقق معاه الفتره الجايه. وطبعا محمد علي، الواد محمد علي، طبعا انا لا اتفق مع محمد علي، وبرضه عايز اقول تنبيه لاولادنا واخواتنا اللي بيشوفوا، محدش يستجيب لدعوات نزول يا جماعه، لان بصراحه برضه هنقولها بصراحه، اللي هينزل هو اللي هيتضر، لان مش هيكون في عدد. 20 سبتمبر 2019 عبره، شباب نزل اتاخد اكتر من 3000 شاب وقعدوا بعيد عن اهلهم اللي شهر واتنين وشهر وشهر ونص، حرام. مفيش، مش هتعملوا حاجه، مفيش زخم، مفيش، الناس مش هتتحرك، مفيش، الناس راضيه باللي موجوده فيه. فمحدش، انا بقول لشبابنا محدش ينزل ومحدش يسمع دعوات نزول، دعوات نزول. فانا بحذر ولادنا، وطبعا احنا مش هنمشي ورا مقاول عايش بره. فعلا مدح بقى رئيس الوزراء، بس برضو الكلام دوت مش، هو مش هيبص لك، وهو عارف كويس انت بتقول كده ليه. انت كل مره تطلع، انت ما كنتش بتتكلم عنه، بقيت تطلع تمدحه من ساعه ما غلطت فيه، بتحاول ترجع الميه المجاريه، الميه اتعكرت. ومتحف الرئيس طبعا الاسلوب ده مش هياكل تاني. طلب من الخطيب انه يشطب مروه، ما اعرفش يشطبها ازاي وهي بتلعب في نادي نيس الفرنسي، الخطيب هي بتلعب في الاهلي، ويقول لها انت ما عملتش، انت عملت للاهلي، عملت ايه؟ ده بنت بتلعب في منتخب مصر لكره اليد، واحترفت في نيس بمعرفه النادي الاهلي، وهترجع على النادي الاهلي، وبنت ما يعني شاطره وبسم الله ما شاء الله وحريفه وواجهه مشرفه لمصر. بيقول لك بقى جمله غريبه جدا، بيقول لك ايه؟ سيد عبد الحفيظ، كل ما الدنيا تهدى سيد عبد الحفيظ يطلع يتكلم، يقول لك كلمتين يهيج الدنيا. سيد عبد الحفيظ برضه يا راجل، ده انت كل يوم، ده سيد عبد الحفيظ طلع مره من اكتر من سنه وكان ساكت، لولا ان انت زدت 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 في بذاءاتك. فسيد عبد الحفيظ هو اللي بيهيج الدنيا؟ برضه هو اللي بيهيج الدنيا؟ انت اللي، انت كل يوم بتطلع وكل يوم تصريحات، وما طلعتش على قناتك بتطلع على قنوات تانية وبتتكلم وبتعمل تصريحات وبتطلع على قناتك انت الشخصية اللي على اليوتيوب، وطول النهار الساعات والدقايق والكلام اللي انت بتقوله ده كله، الناس رد فعل، والحكام ومش الحكام، انت ما بتسيبش حد لما بتغلط فيه. فسيد عبد الحفيظ هو اللي بيهيج الدنيا؟ ده انت لو سكت الدنيا تهدى. المفروض الكلام ده زي ما انت بتقول كده، الدولة المصرية عايزة تهدى والدولة المصرية عايزة هدوء، يا ريت حضرتك انت اللي تهدى عشان الدولة فعلا تهدى والدولة تشوف حالها. طبعا انت بتتكلم دلوقتي عشان البرلمان. دخل بقى عن الطفل اللي غرق، بيقول لك ايه؟ شوبير عمال يتكلم عن الطفل اللي غرق، مش عايز يا شوبير اجيب لك الشقة رقم 25 شارع عمر بن الخطاب. ايه يا عم، ما هو اي كلام وخلاص. ما انا برضو ممكن اقول لك يا مرتضى الشقة رقم 32 شارع عباس بن فرناس، الشقة رقم 33 شارع عمرو بن العاص، اي كلام في الهجرة. انا ما اعرفش شوبير عنده شقق ولا ايه قصته، وشوبير طبعا هم مع بعض هم حرين، بس انا بتكلم ان ده اسلوبه. وبرضو اتكلم عن موضوع خاتم سليمان، على خاتم وليد سليمان، يقول لك الاهلي قعد متعادل، اول ما نزل الخاتم بتاع وليد سليمان الاهلي جاب جونين. والله يا راجل، ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ يا عم اسكت انت، ربنا يهديك، ربنا يهديك انت. وفي كده، هو في كوره كده وفي سحر وفي خاتم وفي بتاع؟ ما كانش حد غلب، كان كنا احنا خدنا، دخلنا وليد سليمان بالخاتم بتاعه خدنا كاس العالم واستريحنا من طول الفتره اللي ظهر فيها وليد سليمان. طبعا هو قال لك بقى، قالها بقى صراحه، البلد داخله على انتخابات. طبعا ايه لما راح صاحبها بقى وسد النهضه ومصاد النهضه ومشاكل في ليبيا ولازم نقف جنب البلد، اهدى انت، اهدى انت وانت بتتكلم عشان الانتخابات. انت دلوقتي بدات عايز تهدى عشان الانتخابات، وبعد الانتخابات هتزيد افترا، ولكن احنا ان شاء الله انت مش هتشوفها تاني، وهتقع زيك زي غيرك. مش معقوله انت يبقى متاح ليك انك تقاضي الناس ومحدش يقاضيك، ومحدش يتقاضيك. وتاني يا جماعه، هو بدا برضه يغازل تقريبا كده، هيرسى
على 100 غمر تاني قال لك هي الاسهل، لانه ما يقدرش يروح عند الاباطره زي ما قلت لكم، لا يقدر يروح الجيزه ولا ارض الفرج، غالبا غالبا هيبقى في 100 غمر، لانه عمال قوي ده زود قوي في الغزل لاهل 100 غمر واهل دايرته اللي هي دايره اتميده اللي كان فيها فعلا، ودول اهلي وانا منهم وحبايبي طبعا ايه. فتقريبا كده الغزل رايح للمنطقه دي، فاحنا ان شاء الله مش عايزينه يشوف البرلمان تاني، علشان على الاقل يا جماعه الناس تعرف تقاضيه، اللي ليه حق عنده يعرف ياخده. يعني هو مش مفيد في البرلمان اذا كان اهل، يا ريت لو حد بيشوفني من منطقته يقول لي انه عمل انجازات، اقول لهم انتخبوه لو عمل انجازات للدايره، لو هو مفيد للدايره يا ريت. فانا ما اعرفش لو حد من دايره 100 غمر دايره مرتضى منصور، بس انا اعرف ناس في الدايره اصدقائي صيادله قالوا ما عملوش حاجه وما بيجيش الدايره خالص. لو حد يعرف جايز الناس دول بيكذبوا، لان منهم واحد ليه اخ بيرشح نفسه قدامه، فممكن يكون ده ليه غرض. لكن انا لو حد قال انه عمل انجازات حقيقيه لاهل دايرته يا ريت يقول لنا في التعليقات. اشكركم واتمنى يا جماعة ما تنسوش تدعموا القناة. الناس لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة عشان تبقى قناة كل الاهلوية، وشيروا الفيديو على كل مواقع التواصل الاجتماعي، برضو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. اشكر حضراتكم واتمنى ان اشوفكم دايما في كل خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.